سيكيورتي. اليوم راح نشرح طريقة تشفير الأفاين سايفر. الأفاين سايفر هي إحدى طرق تشفير أو الطرق المستخدمة ضمن المونو ألفابيتك سبستيوشنال. والسبستيوشنال تعرفوه هو عملية استبدال كل كاركتر أو كل حرف في النص الصريح بحرف جديد في النص المشفر. لعملية الاستبدال أو عملية تبديل أو عملية تشفير أو كودينج أو إنكريبشن النص الصريح إلى نص مشفر هتصير وفق معادلة رياضية اللي هي نصها النص الصريح سايفر يساوي plain text مضروب في K1 زائد K2 مود 26. إذن هذه الطريقة تحتاج إلى المفتاح مالتها يكون زوج من الأعداد المرتبة اللي هو K1 والK2. هاي الطريقة هي عبارة عن دمج للطريقتين السابقتين اللي هي الملتيبلكتيف والادكتيف. هنا عندنا المفتاح الK1 حيكون يمثل لي هو الملتيبلكتيف كي، والK2 حيمثل لي الادكتيف كي اللي هو حتكون الأعداد مالتهم أو الاحتمالات مالتهم هي 26 مفتاح. أما مفتاح الK1 عدد الاحتمالات مالته هي 12 مفتاح، وبعدين حنيجي ناخذ شنو هاي المعلومات. لفك الشفرة هحتاج إلى أنه أنفذ المعادلة رياضية أخرى اللي هي حتكون معكوسة للمعادلة السابقة، حيث أنه بالمعادلة السابقة بمعادلة التشفير أو الكودينج أو الإنكريبشن كنا نستخدم البلين تيكس نضربه في K1 نجمعه ويا K2 الناتج كله مود 26 يطلع عندي السايفر تيكس أو يطلع لي انتجر نمبر يمثل لي موقع الحرف المشفر ضمن الألفابتك، والألفابتك تعرفون هي من الصفر لل 25 اللي تمثل لي 26 حرف اللي هي عدد أحرف اللغة الإنجليزية. فأجينا هناش راح يصير عندي في عملية فك الشفرة حاجة أستخدم السايفر تيكس أطرحه من قيمة أطرح منه قيمة المفتاح الكي 2 مضروبة في قيمة الكي 1 إنفيرس معكوس الضربي للمفتاح الملتيبلكتيف. الناتج كله مود 26 حيطلع لي رقم انتجر، هذا الرقم الانتجر يمثل لي موقع الحرف الصريح أو النص الصريح ضمن الأبجدية اللغة الإنجليزية اللي هي من الصفر إلى ال 25 واللي يطلع عندي مجموعهم كلهم 26 كاركتر. لذلك كان مود 26 مود دائما هو مود 26 لأن الألفابتك اللغة الإنجليزية هي 26 حرف. ملاحظات لازم ننتبه عليها انه الانفيرس K هو ملتيبلكتيف انفيرس اوف K1. هنا الK1 انفيرس اذا نتذكر قلنا انه عدد المفاتيح لطريقة الملتيبلكتيف 12 وهاي المفاتيح كلها تنتمي الى زمرة الاعداد Z26 star. دائما هاي الطريقة من نجي عليها نشتغل وياها او نشفر بيها ادنى يجينا المفتاح عبارة عن زوج مرتب من الأعداد اللي هو يمثل لي K1 والK2. الK1 هو ملتيبلكتيف والK2 هو أدكتيف. ملاحظة أخرى السايز أوف كي دومين، إذن هنا شنو قصدنا به هي عدد المفاتيح أو احتمالات المفاتيح الممكنة بهذه الطريقة. بالطريقتين السابقتين بالادكتيف قلنا عندنا عدد الاحتمالات هي 26 مفتاح، في طريقة الملتيبلكتيف قلنا عدد الاحتمالات المفاتيح هي 12 مفتاح. بهاي الطريقة هي عبارة عن دمج للطريقتين السابقتين فصار عدد الاحتمالات المفاتيح هو 12 في 26. 12 يمثل لي الK1 اللي هو الملتيبلكتيف كي مضروب في الK2 اللي هو الادكتيف كي. اذا صار عدد عندي عدد الاحتمالات هو 312 مفتاح. اذا هنا زادت من قوة الخوارزمية او من قوة الطريقة ضد عملية كسر الشفرة باستخدام طريقة البروت فورس اتاك، لانه هنا صار عندي عدد المفاتيح هو او عدد احتمالات المفاتيح 312.